السلام عليكم، اسمي أحمد المسلمي. راح أتكلم اليوم عن البيمبوك أو Project Management Body of Knowledge، الإصدار الجديد من مرجع اختبار إدارة المشاريع الاحترافية Project Management Professional PMP. الإصدار السادس صدر حديثا. فعليا هذا هو الإصدار الجديد. This is the new PIM book. مختلف شوي شكلاً، وأيضاً it is now combined مع كتاب تاني بتكلم على موضوع الأجايل. رح نتكلم شوي بشكل سريع الآن على هذا الإصدار الجديد وكيف بدنا ناخده بعين الاعتبار للتحضير لاختبار الـ PMP. بالتالي أو بداية بحب أحكي شوي على ليش أو why، لماذا هذا الإصدار الجديد. زي ما بتعرفوا already PMI كل 4 أو 5 سنين عملها بتطلع إصدار جديد عشان تواكب التطور اللي بيصير في المهنة، في مهنة إدارة المشاريع، وأيضا تستفيد من نتائج الدراسات والريسيرشز اللي بتعملها بالماركت والبراكتسز اللي بتصير. واضح الآن البراكتس تبع الاجايل، اجايل بروجكت مانجمنت عم بياخذ صدى كبير وانتشار كبير. فبالتالي كيف ممكن بالبي ام بي او من خلال توظيفك لاداره المشاريع بيسموها التراديشنال، كيف كمان ممكن انك تو اكستند وتستخدم اجايل براكتسز وحتى اجايل لايف سايكل. فأجايل being أجايل بمشاريعنا اللي هو كترند جديد والمرونة في إدارة المشاريع. أيضا role of the project manager، دور مدير المشروع، عم نركز الآن على دور مدير المشروع في ويمكن هذا الكلام already صار تناولوه بالإصدار الخامس ب 2015. صار تعديل على اختبار الـ PMP بتكلم كان على role of the project manager، التاسكس اللي صارت الآن مذكورة ب exam content، استراتيجي قديش البروجكت تبعنا لازم يكون مواكب للاستراتيجية أو aligned، متوافق مع الاستراتيجية تبعت الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأيضا مع البزنس بارت. PMI من فترة عم يشتغلوا على موضوع الـ Leadership Triangle، عم نحكي على فعليا Technical Project Management، Business Project Management، وأيضا الـ Business أو عفوا Leadership أو Talent Leadership. أيضا موضوع التيلورينج، انه البروسيس بالاورجنايزيشن، يعني سواء عندنا هال 49 بروسيس او هال 47 بروسيس او حتى قبل ما مثلا 42 بروسيس، هاي البروسيسز هل المفروض انه المشروع يخدم البروسيس ولا البروسيس تخدم المشروع؟ فيعني هي البروسيس وضعت عشان تخدم المشاريع وتحسن نتائجها. بالتالي احنا لازم يكون عندنا حدا بالاورجنايزيشن يقوم بعمليه التيلرينج، انه يظبط البروسيس تبعت اداره المشاريع عشان تكون مناسبه ل هاي النوع من الاورجنايزيشن، هذا النوع من المشاريع. بالاضافه لهذا الكلام البروجكت مانجر انه يكون عنده برضه امكانيه او فليكسيبيليتي انه يقوم ببعض التيلرينج بما يخص بمشروعه. طبعا الناس اللي بيسووا البروسيس على مستوى الاورجنايزيشن بالبروجكت مانجمنت بروسيسز بالذات اللي هم على الأغلب عم نتكلم على الـ PMO. فتيلورينج من زمان كنا نتكلم على إشي اسمه ITTOs، اللي هي Inputs, Tools, Techniques and Outputs. فعليا حصلت changes، there are minor changes على هاي البروسيسز، ولكن بما أنه في بروسيسز انضافت بنصح أنه ترجعوا تشيكوا عليهم للناس اللي already على 5 وبدهم يختبروا على 6. Concepts راح نخليها شوي، موضوع الكونسبتس راح نبلش شباب ب
Summary. The good news, we still have 10 knowledge areas, 5 process groups, و 49 49 process. بس يعني مش بالضبط انه الفرق 2 processes عن 47 اللي هو بالاصدار الخامس. فعليا في شوي صار تريك بالموضوع. في اوريدي 3 processes جداد ناقص وحده اوريدي الغيت او اندمجت، فبالتالي صار الان عندنا المجموع 49 بروسس. بنتابع. We have two processes أو two عفوا knowledge areas renamed. عندنا الآن 2 من knowledge areas صار لهم إعادة تسمية. Time الآن سميناها scheduling. Time now is schedule management. Time management صار schedule management. فعليا شباب التركيز هون عم بيصير على موضوع السكيدجولينج، واوريدي من بي ام اي في فوكس على موضوع السكيدجولينج من اول. متذكرين في سيرتيفيكت عندنا اسمها سكيدجولينج بروفيشنال، هاي الكتاب لونه كحلي. سكيدجولينج بروفيشنال هون عم من الان بنربط اكثر وبنعمل فوكس اكثر على هذا الموضوع. هيومن ريسورسز مانجمنت، فعليا الان وسعنا المفهوم شوي، عم نتكلم على resources management بإجمالا، كل resources سواء human أو غير human. في 3 processes اتكلمنا عنهم أضيفوا. We have 3 new processes الآن. أولا manage project knowledge اللي فترة طويلة كان عبارة عن practice، بنعتبره إنه implicitly انه ضمنيا الشباب راح بالمشروع يقوموا بتسجيل هاي lessons learned وشو الاخطاء وشو الاشياء المنيحه وشو الاشياء اللي مش منيحه بالمشروع، والريكورد تبعت المشروع كلها هاي حتنضاف او ح يعني تثري او تضاف الى البروسيس اسيتس تبعت الاورجنايزيشن، اورجنايزيشن بروسيس اسيتس. فعليا مانج بروجكت نولج الان عم بتخليها العمليه رسميه اكثر عشان نتاكد انها تنعمل صراحه بمشاريعنا. نيكست از امبلمنت ريسك ريسبونس. لفتره طويله شباب كنا احنا فاكرين الريسك مانجمنت بروسيسز، كنا وي فيرست بلان، وي بلان ريسك، بعدين وي ايدنتيفاي ريسكس، بعدين we analyze risks ب qualitative و quantitative analysis، بنحلل الريسك، بعدين بنحط response planning، after that we do control. طيب عفوا بالنص كأنه في disconnection. انت عملت خطة، حطيت response plan، طب ما وين طبقتها؟ ف this is now the new process. عفوا نمبر 3 added اللي هي control project resources. بما انها بطلت human resources فقط، فالان صار بامكاننا نطلق عليها كلمة control. We will control the resources of the project. Next شباب يعني يمكن مش كتير بتفرق معانا، بس لكن there are many processes now renamed. بهمنا انه الان نبلش نفكر ب ليه PMI عم تتجه بهذا الاتجاه، وهل شو المدلول من التسمية الجديدة. فعليا perform quality assurance الان عم نسميها او سميناها manage quality، لانه فعليا شباب we know في quality assurance وفي quality control بالمشروع. مين اللي اشمل؟ اكيد الكواليتي اشورنس سيتس ذا بروسس، صح؟ فبالتالي باكثر من يعني او بالعديد من الاورجنايزيشنز الكواليتي مانجمنت هي ديبارتمنت، هي جهه، ف واحيانا كثير بيكونوا مسؤولين وبتدخلوا بهذه الاعمال، فبالتالي يمكن من الحكمه انه نسميها كواليتي مانجمنت او مانج كواليتي. نيكست از بالرينيم بلان هيومن ريسورسز مانجمنت، بدنا نخطط له إدارة الموارد أو نضع خطة الموارد البشرية، إدارة الموارد البشرية. فعلياً now it is plan resources، مش بس الموارد البشرية، كل الريسورسز بالمشروع.
اكواير رقم ثلاثة، اكواير بروجكت تيم صارت اكواير ريسورسز، لانه وي اكواير اولسو ذا اكويبمنت والاشياء الثانية. ديفلوب بروجكت تيم، ناو وي توكينج اباوت ديفلوب تيم، احنا اكيد بدنا نطور الفريق. مانجر بروجكت تيم، ناو ات از مانجر مانج تيم اسف. كنترول كوميونيكيشنز، it is now monitor communications. عم بيكون شوي دقيقين أكثر بالكلمات شباب. Do you control the communications ولا do you monitor and then put corrective action? Yeah. Plan stakeholder management صارت plan stakeholder engagement. أنت بتخطط لإدارة إيش بالضبط؟ أو بتخطط لمشاركة الستيكهولدرز معك بالمشروع صح؟ And you also control the stakeholder ايش engagement. فعليا you do not control لان هدول ناس بشر، فبالتالي you monitor stakeholders engagement اكثر. I hope you know they make sense for you. 1 2 3 4 5 6 7 8 هدول renamed processes. زي ما الشباب حكينا احنا we have many renamed processes. We have two knowledge areas renamed. We have three new processes. Well, we have also one deleted the process or merged. تم دمجها اللي هي close procurement اللي هي إقفال المشتريات. تم الآن دمجها مع الهاير ليفل اللي هي على مستوى الانتجريشن اللي هي كلوز بروجكت اور فيز.